ثم ناس أنا أعطيك مثلا ثم ناس شريت عام 70 وعندي ملفات من نوع هذا شريت عام 70 وثم شكون تحصل على شهادات ملكية ما فيها حتى شرط ما فيها حتى شرط وفكوله واليوم الدولة وظفت تاخذ شهادة ملكية نظيفة وملفات ما تروح اليوم على الوزارة شهادة ملكية نظيفة نظيفة شهادة ملكية ما فيها حتى شرط ولأنه عداوك الفترة متاع المراقبة الإدارية ومن بعدك تجي بعد سنوات يمشي ويجدوا شهادة ملكية يلقاوها لا عاودوا الدولة من راسها عاودوا توظفت عليها شروط أخرى موجود موجود واليوم نحب الراحة لا علاش نقول لك الأمثلة هذه لأنه الناس هذوما الدولة أخطأت أخطأت وهي لا أخطأت وقصرت لا شوف الطرفين 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 لا إي الطرفين الطرفين علاش هو يتحمل والدولة ما تحملش علاش كي أخطأ الطرفين سي محمد صالح ما تحملش المسؤولية ما تحملش المسؤولية مش مسؤولية المسؤولية استنى طب أنت دخلت وقت لي أنا مدير كراه علاش في الفترة ذيك أنا نحب نسأل يا سيدي على الفترة ذيك نحن باش نلقاو حل نمشيو للحلول البسيطة والعاقل إنسان أخطأ وهذا أخطأ هما أخطأوا تنجم تقول ما حوزوش وما رجعلكمش العقود والدولة أخطأت عندما لم تقم بالفسخ بصورة قانونية صحيح. اليوم أبسط شيء الناس هذوما هما وضعين اليد عليها كانوا وضعوا اليد طريقة تقولي قانونية أو غير قانونية رجع لك الحيازة تم بافتكاك الحوز باه نمشي معاك الحوز بالقوة علاش الدولة علاش الدولة علاش الدولة ما تسويش من جانب حيازي ولا من جانب القانون لا باش نقول لك لا الحيازة حاجة أخرى لا كان باش نحكيو على القانون الدولة ما احترمتش القانون إيه؟ اليوم باه مشاو اليوم فكوا الحوز أيوه. علاش الدولة في ذكر الناس أخرين على الأقل تكلم الناس الذي الموجودين غاديك واللي نعم. عندهم عقد تاريخ سابق وعقد بيع موضوع نظر علاش موضوع نظر كنت نحكي له قلت له انا جيت في 2010 ستغير كراس الشروط في الكرة قلت لك كلام ولا ايه انا لا لكن خليني نكمل كلامك صحيح ويعطيك الصحه في هذا يعني الاولى 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 صحيح ما اخل بشروط صحيح اما الاولى ان يكون هو متصور معناها يكون هو الاولى متصور لا اما جانب حبيت انت خاطر طرحت الاشكال بصرف النظر فسخ العقود والالتجاء لفسخ العقود لان يعني موضوع درس هذا لا 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 موضوع للدرس معناها الدوله تفسخ وقت اللي تحب وما تفسخ وقت اللي تحب هو لو كان فسخ شيء وكان فسخ تحل المشكل ما حل المشكل العقد باقي قائم اي فسخت العبيد وقت اللي حبت هي واللي ما تحبش تفسخ ما تفسخلوش هي الاشكاليه لانه النظره تتغير من مسؤول المسؤول ومن والحق والحق وين ما يمشي ما بين المسؤولين عايش خويا لما ما عادش عندي وقت سي محمد صالح هو باش الحل صار قانوني هو طلبنا من كل انسان كل انسان هما بيدهم فهموه يتقدم للمحكمه العقاريه ووجد قانون نتاع التحيين حل الباب ويتقدم هو ديجا تقدم وقدم مطلب التحيين ايه علاش يعني في الانتظار في الفتره هذه الدوله على الاقل انا راى انها قصرت وانت حتى من تحليلك انها قصرت الدوله واخطات في مساله الفسخ اخطات صحيح ما فماش صحيح يا انا الاولى والاخر انا نجيو نكريو الناس للغير اللي ما عندهم حتى صفه ونخليو الناس اللي عندها عقود وقاعده تجري وموجوده على عين المكان صحيح هو وان كان هو لو فيه جانب من ال خطا اخر معنى ذا لا ما لا هو تعمل شروط شروط نتاع كراء شروط نتاع تسويق يعني متفقين يدخل اذا كان هو ما يدخلش ضمنك شروط اللي تحددهم هي ما حطت الشروط هي ما حطت الشروط والراجل مشي هو أن يكون عندهم أولوية الأستاذ يعرف ما أنا هو هيكل في بتة في بتة وإعلان وكذا واني عندي بالوثائق ومشهرة يعني الشخص دي بريم بريم ما ينجمش يجي أي كل واحد يحب تسويق ما هو يؤاخذ زاد أنا شخصيا أعتقد أنه صحيح اليوم ما نجموش يرسموا ما الناس اللي شريت وتعطل الترسيم نتاعها مالكين ولا مش مالكين شنو الانسان شرى وتعطل الترسيم نتاعو مالك ولا مش مالك ثم هو الاشهار او القضاء ما انت مادموزيل ما تضحكش خاطر القضاء نزر فيه واعطى ثم زوج توجه مسكين والله نضحك على وعلاش اللي دار مش مسكين على خاطر لا مش مسكين الاداره تعتبر ديما الطرف الاقوى الاداره الطرف الاقوى الاداره يا سي محمد صالح الطرف الاضعف لان الاداره بامكانياتها وبامكانياتها في بعض الاحيان ما تنجمش تقوم بالاجراء اللي لازم تقوم فيه اجله
وتنجم تكري معناتها تنجم تكري هي لا تكري. تنجم تصوغ لي العقار نتاعي ولا وتاكل في الوقت اللي هم طيبين شوف الوقت كيفاش وقت مساله واداره الملكيه العقاريه والرسم العقاري هذا كان لا يعارض به الغير فصل 305 ونعرفوا القانون واضح لكن الناس هذوما راهو مالكين على الترسيم على الترسيم اي على الترسيم الترسيم ليش على الاشهار ليش باش نعرضوا به باش تعرض به الملك تو الدوله تعرض به السيد هذا تقول له شبيك ما رسمتش لا ما هو على على معناها اشكال مطروح على المتسوق اللي هو قايمين زاد واحد قلت له لا هذاك الدوله اليوم تكري في حاجه ما تملكهاش فوالا سادي بون كيفاش تنظر للموضوع بالنسبه لي انا ما تملكش الدوله بالنسبه لي انا لا استنى لا الدوله باعت طالما ما لم يقم بترسيم عقده في 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 الواحد بالنسبه لي انا من لا ما القانون ما يطلب تحويز يطلب معنى شوف شوف انا بعد انت بعد انا شوف 75 دقيقه لا لا انا انا شوف او نعطيك صحه انا نبيع لك المنزل نتاعي اي وفيه رسم عقاري والله وحوستك بال بالدار هذيك ما حوستكش ما حوستك بعتك المنزل نتاعي ايه فهمتني وانت ما كملتش خلصت ما كملتش خلصت وقلت لك ما تخلصش ما تكملش تخلص نمشي نشكي للمحكمه في فسخ العقد ايه نجم انت تبيعه الايمان منزل ما نجمش نبيع نجم انا نبيع ما بعتوه نجم نبيع لا على ملك الدوله شو على ملك الدوله حتى هو على ملك الدوله يا ما هوش على انت قلت لي تبيعوا قلت لك راه ما بعناش بعت شنو عقد بيع هذا شنو لا لا في التسويق يقصد الثاني هو مسوق للثاني هو يقصد الثاني راه عمليه التسويق ما مسش المثيل انت تتصرف في العقار انت قام انت خليه 40 سنه انت لو كان عقار تكري تكري 40 سنه ما تكونش ملكك ليش ملكك 40 ولا 42 سنه خليه فما بتاع الناس انا وقتاش كيفاش خليه بتاع الناس الدوله هو ما قامش بالخلاص لانه الاساس بالخلاص ما قامش والحيازه لا قامش بهم زوج قوم بقضيه انت تبيع العقار سي محمد شرف باش نحكموا باش نحكموا باش نحكموا من شروط يا سي محمد سالح دونك الحيازه بقت عندي العقد سي محمد سالح تكري للغير تستفيد سي محمد سالح الوضع المادي لم ينتقل الوضع القانوني انتقل خلينا نحكموا يا سي محمد سالح لم ينتقل سي محمد سالح لاسباب هو كان مخل فيها متفقين انا نخليه عقاري انتوا ما تفهمتوا يا سي محمد عقارك هو عقاره هو يا سي محمد كيفاش عقاره ما هو ما خلصنيش خالص من خالص خالص العقار نتاعك هات ما يثبت حتى من اللي مخلص باه حتى كان حتى كان والله خالص العقار نتاعك حتى كان مخلصش مو انت عطيني نعطيك ليكزومبل سي محمد صالح خلينا نحكيو معاك كلمه اللي خلص سي محمد صالح خلينا نحكيو معاك كلمه لا خلينا نحكي معاك كلمه خليني نكمل لك هو عقاره مش خالص هذا السجن فيه 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 مش فيه الدوله برك فيه طرف اخر طرف قام بالشروط قام بالخلاص وهتوجدوا مرسمه معانا باه مع الدولة احترم الشروط قام بالخلاص وتحاول بالعقد السيد اللي ما خلصتوش اي سنة اللي ما قامش بالشروط مو العقد المشروط شو يقول اللي ما اوفاش بشرط من الشروط المكتوبة في العقد شو تعمل له الدولة فسخ له العقد ولا ليه فانت اذا انا انا قايمين في 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 الحقوق هو التجا للقضاء قايمين بالحقوق مش قوم يا ولدي تعرف حاجه خاطر مفهوم الدوله غلط هي فكت لي القوه الدوله واخذتها هي سي عبد القادر كلمه الختام في النقطه قادمة من الناحيه القانونيه من الناحيه القانونيه نتفهم موقف الاداره لكن مش صحيح راه انسان باعت عقار السيد هذا ما التزمش بالواجبات نتاعو تقوم في قضيه في الفسخ كيف كيما اي مواطن ما عنده حتى امتياز الدوله كان بالامتياز اللي منحها عنده القانون هل تعتبر هذا اللي حد اليوم هو على ملك الناس هذوما والدوله ما عندهاش الحق باش تتصرف فيه ما دام هو على ملكهم الا اذا قامت بفسخ العقد. هذا العقد وترجع لها الملكية مش راه الترسيم ترسيم هذاك للمعارضة للغير للإشهار مادامي ما زالت علاقتك بينك وبين السيد اللي شراه من عندك العقار هذا ملكه هو وانت ما عندكش حق تكريه للغير هو اللي عنده الحق يكريه انتم ما عندكمش الحق تكريه وانا نتصور انه يلزم تسوي وضعية سي محمد صالح هل تعتبر انه الدولة الممثلة في وزارة شؤون وزارة تملك الدولة والشؤون العقارية خلت وقت اللي ما توجهتش وفسخت العقد وقت اللي السيد هذايا حسب ما تقولوا انتوما ما خلصش. مانيش انا فهمتك انا ما لا اعتبره لانه الاخلال كان متسبب فيه المواطن. الاخلال من الطرف معناها الدوله ما المواطن اللي ما قامش قوموا بفسخ علاش ما فسختش الدوله؟ علاش ما ترجع لك الملكيه؟ علاش ما فسختش الدوله؟ نسير تجاوبني. باش نفسخ باش نفسخ العقود الكل على ريالمون ثم التسويات صارت هاو هاو باش صعبت باش يقولها لا 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 ل
التحيين اللي ينجم الانسان يحل هو على الاقل من باب الذوق. وانا نحترم اللي كنت تقوله كله ونحترم فيك معناها الموقف القانوني نتاعك. على الاقل من باب الذوق الناس هذوما يمسكون بعقود قانونيه اللي بيشتكري بها العباد الاخرين على الاقل يكرهوا بها. هذه وجهه نظر انا قبلها انا والله ومشكور على سفريد. كلمه ختام فقط لانه توا الارض مكريه متسوغه ديجا الدوله صوغتها لشكون؟ وصوغتها الغير على حسن نيه ولا ما يكمل العقد نتاعو يقول لك انا شنو ذنبي في السيده ذي الا ما يكمل ما ينجم يتدخل ولا يعمل تدخل قضائي الا ما يكمل السيد اللي متسوغ الارض يستغلها حسب العقد اللي عمله مع هذاك موضوع. هذاك عقد الكراء موضوع اخر ينجم يقوم هو بفسخ عقد الكراء هذا باعتبار انه هو مالك والدوله تكري في حاجه ماهيش ملكتها. ينجم يمشي للقضاء فهمتني وينجم يقوم بقضيه في تحيين الهدف منه ترسيم العقد نتاعه ويمشي في المجال هذا. يعني كل الحلول القانونيه امامهم موجوده ولكن احنا نعولوا في خاطر الحلول القانونيه بيشاخوا منهم بيشاخوا منهم وقت كبير والناس هذوما ولاو يعرفوا الارض هذيك ويعرفوها ويعرفوها شجره شجره كما كان يقول هو. الاولى انه تكون عندهم هما مش عند ناس اخرين. شكرا لك سي محمد الصالح القدواني. لا اعطينا كلمه خلينا لا عجبني على خاطر املاك الدوله وشؤون العقاريه بولايه نابل شنو تحب تقول مثال لا معناها هو اثار نقطه وانا مسنده فيها انه اللي هي اذا ما نجموش نثيروا مادام منشور لدى القضاء يعني يلزم القضاء هو اللي بك مي هذا ساسعى له انه اذا كان الناس اللي يكونوا الناس الفلاحين الموجودين يكونوا اولى بالتسويغ من غيرهم وان شاء الله يكون هذا. شكرا لك سي محمد صالح. سي عبد القادر سي عبد القادر بن رمضان احد الورثه شكرا لك. نشكرك برشا استاذ فريد نصري رافقتنا على امتداد حلقه الليله من برنامج الحقيقه. هكا اعزائي المشاهدين بهذه الحاله نصل الى نهايه عدد الليله من برنامج الحقيقه. موعدنا ان شاء الله يتجدد الاسبوع القادم نفس المكان ونفس الزمان. الى ان القاكم في امان الله.